أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة لعموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث تسود أجواء غائمة جزرية مع فرصة لهطول زخات خفيفة من الأمطار 20 درجة مئوية، حيث يكون الطقس كما ذكرنا غائم جزئي ومتقلب بين غائم جزئي وغالبا غائم، الملموسة 19 والرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر في عموم المنطقة الشمالية، سكاكا 17 إلى 9، عرعر 15 إلى 8، وتبوك 20 إلى 8 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 27 إلى 17، جدة 32 إلى 23، مكة المكرمة 31 إلى 21، والطائف فرصة لزخات من الأمطار 23 إلى 14. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة زخات رعدية من الأمطار 19 إلى 12، أبها 20 إلى 10، وجازان 29 إلى 26 مع فرصة لزخات من الأمطار. الدمام طقس غائم جزئي 24 إلى 16، حفر الباطن 21 إلى 10، والإحساء 23 إلى 13. المنطقة الوسطى الرياض فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 20 إلى 14، بريدة 23 إلى 13، وحائل 18 إلى 10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع وإلى اللقاء.